أتذكر يعني أول ما بدينا نواف كان يعني في لما رجع كان شاب في مرحلة المراهقة، وكان كانوا يستغربون من السرعة في الطرقات، متعودين على لما كنت أسوق فيهم في أمريكا في شيء اسمه سبيد ليمت، سرعة معينة. طبعا أنا أحكي لك هذا أول ما جيت قبل ما يطلع ساهر والناس يعني تبدأ تسوق بحذر أكثر، لكن كانوا يقولون لي ليش الناس كلها مستعجلة؟ كل الناس تمشي بسرعة، يعني كان عليهم ملاحظات غريبة. أنت اللي ناشئ هنا ما تشوفها، بس بالنسبة لهم لما يجون من بيئة مختلفة كانوا يشوفونه، كان لما يشوفون بسة في الشارع وين يعني حماية الحيوان؟ ليه ما ياخذونهم؟ ليه ما يحطون لهم شلتر؟ يحطون لهم مكان؟ يعني أشياء صغيرة عشان تأقلموا واندمجوا مع المجتمع. طبعاً الحين هم أفضل مني في المجتمع، بس أحكي لك لما كانوا صغار مواقف كانت مضحكة نوعاً ما. بس لا شك أمريكا تركت فيهم جوانب جميلة بقت فيهم إلى الآن، يعني روح المناقشة، حتى لما تختلف مع واحد. يعني أنا ألاحظ لهم وألاحظ لنفسي، أنا لما كنت صغيرة مع أخواني أنت ما تأيد فكرتي، هواشنا وصوتنا يعلى، يتخالفون إلى صميم الموضوع في أساسيات أي موضوع، أصواتهم هادية وبكل بساطة أقول له لا أنت غلط ووجهة نظرك غلط، مع احترامي لك وجهة نظرك غلط، أو كل الكلام اللي قلته ما أقنعني. يعني بكل بساطة الاختلاف هذا من أجمل الأشياء اللي تعلموا احترام الآخر. أيضا يعني هي المفروض أنها صفة عربية عندنا، نبل الخصومة. يعني حتى لو أنت عندك خصومة مع أحد، الأطفال وتبدأ تسبوا، تعلموا هذه هي صفة أنا أعتبرها لنا، يمكن تخلينا عنها وتمسك فيها الغرب أكثر.